عندما تطلقت أمي وذهبت في حال سبيلها، أجبرنا والدي على عدم زيارتها. أخي الذي كان يغيب عن المنزل لليلة أو اثنتين دون أن يخبرنا إلى أين يذهب، لم يهتم أبدا حين يعود للعقاب الذي ينتظره من زوجة أبي السيئة. سنوات من الضرب والتعذيب كانت كفيلة أن يرمى ممددا في أحد الأيام على أرضية الغرفة غارقا بدمائه. حينها أدركت أنني أستطيع أن أنساه هو الآخر. وفي ليلة باردة وجدت تحت وسادته رسالة خائفة قال فيها: واصل زيارة أمنا فهي عمياء ولن تفرق صوتنا، واصل رعايتها تحت العقاب والتعذيب ولا تشعرها أن أحدنا قد رحل. سيدي يريد أن أشتري هذا التلفاز. أعتذر، لأبيع التلفاز. وبعد ساعة: من فضلك أريد أن أشتري هذا التلفاز. لقد كنت عندي منذ ساعة، مثل ما قلت لك لا أبيع التلفاز. فذهب ليتنكر مرة أخرى وعاد من جديد: لو سمحت أريد أن أشتري هذا التلفاز. لا داعي للتنكر، كما قلت لك لا أبيع التلفاز. ولكن كيف عرفت أنني نفس الشخص؟ لأن هذا فرن وليس تلفاز. العودة المدرسية في زمن الكورونا. سيدتي لقد مسح السبورة بكمامتي. سيدتي لقد بصق بكمامتي. سيدتي لقد أتيتني كمامة. حسنا. أميرة تقرأ. تمام. فاطمة تطبخ. واضح. سلمى تلعب الشطرنج. نعم. وزينب تغسل في الملابس. فهمت. إذا ماذا تفعل الأخت الخامسة؟ أعد مجددا. ثلاث أطفال راحوا على محل ألعاب. الأول بيقول لصاحب المحل: عمو عاوز بالونة. صاحب المحل جاب السلم وطلع جاب له البالونة ونزل، فسأل الثاني: وإنت عاوز إيه؟ قال له: بلونة. صاحب المحل قال له: طيب ليش ما حكيت وأنا فوق؟ المهم طلع جاب له بلونة، وهو فوق سأل الثالث: وإنت كمان عاوز بلونة؟ قال له: لا. فنزل صاحب المحل وقال له: إنت عايز إيه؟ قال له: عاوز بلونتين. ثلاثة رجال سكرانين ركبوا سيارة أجرة. لاحظ سائق التاكسي أنهم سكرانين فأراد أن ينصب عليهم، فقام بتشغيل السيارة ثم أوقفها وقال لهم: هي قد وصلنا. الرجل الأول اعتقد أنه وصل، دفع الحساب وخرج من السيارة. الرجل الثاني اعتقد أنه وصل، قال شكرا وخرج من السيارة. أما الرجل الثالث صفع سائق التاكسي. شعر السائق بالخوف لأنه اعتقد أنه علم بأنه قام بخداعهم، فإذا به الرجل يقول: المرة القادمة لا تسرع، كان بإمكانك أن تقتلنا. قرروا سعيد، أحمد وعدروس أنهم يبنوا الجسر في مدينتهم، فكان على سعيد مهمة الإسمنت، وكان على أحمد مهمة الحجر، وكان على عدروس مهمة الحديد. وبعد أسبوع من بناء الجسر وقع وتحطم، فقال سعيد: يخسر راح الإسمنت. وقال أحمد: يخسر راح الحجر. فقال عدروس: الحمد لله ما حطيت الحديد، كان راح وكمان.